عليكم ليكيب، ان شاء الله راكم بيان. رانا شادين الريحه البلديه تسفيزه في ولايه سيدي بلعباس. تسفيزه كاين بزاف عائلات نبغيو تسفيزه، خدمنا لهم عراسهم. نوجهوا تحيه لافامي مغراوي، لافامي اوهيبه، لافامي كريم، عصام خونا اللي خدمنا له عرسه تالي، وبيان سي لافامي مكيكا لان ماشيين عندهم معايا توجور حافظ الروجي. السلام عليكم، جيسبر تكونوا غايا. انا حاكم من ريسيزف كومبابيتي مع زينو خونا، وراه معنا انس. هاو معنا انس زينو ترودي حافظ الروجي وطاي سيد الدرو. ان شاء الله عرس ان شاء الله نفرحوا العريس وكيما داري ليكيب ندوكم تعرسوا معانا. لا يا زملاء ندوكم تعرسوا معنا وتشوفوا معنا كاع كي نفوتوها، وان شاء الله تفوت بيا. السلام عليكم. هذا ما خليناش ندوبلو، ماني مولا عقل، راه يدير مناورات ونعرف الكود، نعرف كلش. ولا سيدي وغادي ندوبلوه نشوفوه، نمشيو لنا الماتريال الحلوف هذه خانوها الفرانات. تبارك عليكم ليكيب، رانا في مصفى بن ابراهيم، حبسنا عند خونا عبد الاله يعطينا فيها شويه لاكريم تبردوا بها ونكملوا الطريق. الله يحفظك. هذا تاع انس، انس يبغي يتبرد. بصحتك خير حافظ روجي، ما يبغيش لاكريم. عبد الاله كش ما تقول لهم حاجه؟ عبد الاله حشام ياك مغارف. عطيتك فانيل ولا عطيتك فانيل؟ ما عطيتكش. دروك رانا وصلنا دار العريس، غادي نلبسو الكوستيم ونوريكم شويه لقطات ونعاودو نولو. السلام عليكم ليكيب، مرحبا بكم. كما راكم تشوفوا وصلنا لوطيل بنيتالا، راه جماعه كاع حنا نقراو في العريس ان شاء الله باش نديروا له العود ونديروا له لومبيونس. معايا خويا هنايا عبد الله. مرحبا بكم عبد الله، خويا حكم جماعه تاع لي موطو اللي خصها اي حاجه في خوتي تاع لي موطو ولا يتصل بهم. عبد الله اش تقول لهم؟ كنشكر خوتي، مرحبا بكم هنا عندنا بالعباس جروب موطويات، رانا هنا باش نفرحوا خوتنا كاع، ومرحبا بكم عندنا. ربي يحفظك عبد الله وبون كوراج خويا. السلام عليكم. السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله راكم بيان. كيما راكم تشوفوا توجور اوتيل بنيتالا، اليوم في لاسواري كان معنا دي جي عادل بيراميد. دي جي عادل اش تقول الناس اللي تبعنا ولي زابوني لي في لاباج عندنا؟ السلام عليكم، هي الاولى معكم دي جي عادل. سيتي بيان باسي لاسواري مال زينو طروادي، الله يعطيك الصحه انت وليكيباج. خويا عجبتني فيك حاجه شابه في الداتا شوت، تبين كاع خدمت لي زارتيست اللي خدمتهم، شوت كبر بيهم كاع.
سي بور سان هذيك المعلومه ماذا بكم زينو طروادي كي تخدموا معاه ما تندموش الله يسلمك كومبلي راك في الفايده وما تنساش لو سيفيني تاع مرتك ربي يحفظك ميرسي بوكو. كان معنا ثاني خويا الياس بن قلفات الله يحفظك الله الياس بن قلفات اللي ما يعرفش هو عازف كمان انسان الله يبارك متربي قبل ما يكون عازف وفنان انسان متربي وخالو خويا الحمد لله يحفظك يلعب بالالات كمانجا في الحشا كي راكم تشوفوا رانا حتى صباح راه عدم متواجد معنا كان في لاغو بلونش واش تزيد تقول لهم السلام عليكم اهلا وسهلا كل شيء مبروك مولي العرس ان شاء الله وصافي بليزير كيشط خويا زينو صافي بليزير خويا نشوفو انسان كيما هذا ود بلادنا والابداع الابداع كل يوم عنده جديد ونقولها لزينو خويا درك على المباشر لا بروميير فوا نشوف هنايا روحي في داتاشو اللي بديت نخدم هنايا صافي واحد 15 عام ولا 20 عام تاع العراس ولا لا بروميير فوا نشوف روحي في داتاشو خدمت مع الناس واحد اخرين بصح لا بروميير فوا نشوف روحي في داتاشو خويا اللي كما كبرت بيا ربي يكبر فيك ان شاء الله الدنيا صافي بليزير زينو طروادي خويا وصافي بليزير ثاني مع خويا عادل هنايا الله يعمرها دار ان شاء الله ومبروك على لا برينسيس تاعنا ان شاء الله تكبر في عزك ان شاء الله صافي بليزير وربي يحفظكم خوتي ومعند خوكم الياس نتمنى لكم الخير ان شاء الله وكل حاجه تتمنوها ان شاء الله الله يحفظك زينو بارك الله فيك خويا جماعه خلونا رايكم في لي كومونتير على الفيديو اللي تفرجتوا كيفاش